أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعي مسلسل زهور الدم، الحلقة 138، القسم الثاني، مترجم للعربية. الجدة تسأل بران وتقول له: هل حددتم موعد جديد من أجل جلسة الطلاق؟ وديلان هنا بدأت تنظر لبران، فأجابها بران: أجاب الجدة، هذا ليس وقته يا جدتي. فأجابته: بل وقته، الوقت المناسب، متى سوف تذهبون لتحددوا موعد الطلاق؟ فأجابها بران وقال لها أنه أصلا يريد التحدث معهم جميعا. فبدأ حسن هنا بالنظر إلى بران، وبران بدأ ينظر إلى ديلان، وفي نفس الوقت ديلان هي أيضا تنظر إلى بران، والكل ينظر إليهم. فمسك بران يد ديلان أمام الجميع، والجدة عندما رأت هذا المنظر كان سيغمى عليها من كثرة البغض والكره. فقال لهم بران: أنا وديلان تراجعنا عن الطلاق. وحسن هو الآخر، ملامحه كانت واضحة جدا، لم يعجبه الأمر، ولكن قدرت من خلال ملامحه كان يبدو سعيدا جدا بهذا الأمر. وجيهان كان سعيد جدا بهذا الخبر وقال: هذا خبر رائع. وفي تلك اللحظة الجدة لم يعجبها تصرف جيهان وما قاله، وبدأت بالنظر إليه بشراسة. وقام جيهان وحضن بران وقال لهم أنه سعيد جدا لهم سويا، وقال لديلان: هنيئا، لقد أصبحت زوجة أخي. عفوا. فبدأت ديلان بالضحك وقال لها: منذ هذا الوقت سوف أبدأ بمناداتك بزوجة أخي. وقال لهم جيهان: يجب أن نحتفل بهذا الخبر الرائع. فالجدة قالت لبران: ماذا تعني يا ابني بأنكم لن تتطلقا؟ هل أنت مدرك لما تفعله؟ فأجابها بران: نعم مدرك يا جدتي، لقد دخلنا أنا وديلان في طريق جميل وفتحنا صفحة جديدة. فقال لهم: نحن نعلم أننا تزوجنا لوقف إراقة الدماء، ولكن الوضع تغير. وديلان هنا أصدقائي تبتسم، وبدأ بالنظر بران إليها وقال للجميع: ولكن ببراءة ديلان وضميرها وسعيها غيرت كل شيء وأزالت كل الهموم التي تحوم حول القصر. وديلان كما قلت أصدقائي هنا سعيدة جدا بهذا الكلام، ولكن الجدة كأنها ستنفجر لسماعها هذا الكلام الجميل هي وحسن. وقال بران: هذا كله بفضل ديلان. وفرات قال لهم: وجد الأغا سعادته، ولكنه يراها كثيرة علينا. وبران هنا شعر بالسوء وكان سوف يلقنه درس أكيد، ولكن ديلان أمسكت يد بران ولمحت له برأسها كي لا يتكلم مع فرات. وهنا الجدة لاحظت هذا الأمر ولم يعجبها هذا، وهنا قام بران من على الطاولة وقال لهم: صحة وعافية لكم، لدي بعض العمل، وذهب. وحسن هنا قال لديلان: ليكن خير يا حضرة الكنة. فأجابته ديلان: شكرا لك. وقامت هي أيضا من على الطاولة وقالت لهم: صحة وعافية. وعند خروجها صادفت داريا فقالت لها: ديلان توقفي أرجوك، أريد التحدث معك، أنا أعتذر منك. فأجابتها ديلان: هذا ليس الوقت المناسب، عن إذنك. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية ترجمة الجزء الثاني. وإذا كنتم تريدون أن أبقى أنزل لكم ترجمة جميع الحلقات لسلسلة زهور الدم، ما عليكم إلا أن تقولوا لي هذا في خانة التعليقات. وإلى اللقاء، موعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.